السلام عليكم. مهلا، ما الذي يحدث في السودان؟ قبل ساعات من الآن زيارة وفد إسرائيلي إلى الخرطوم تمهيدا للإعلان عن التطبيع، وقبل ذلك مسارعة النخبة السودانية الحاكمة إلى تسديد تعويضات مالية لعائلات قتلى أمريكيين بسبب أعمال سابقة مصنفة إرهابية سئل السودان عنها، وقبل ذلك اشتراط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخط العريض تطبيع علاقات السودان مع الكيان الصهيوني لرفعه من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب، وقبل ذلك وقبل، كلها أحداث من الوزن السياسي الثقيل تثير التساؤل عما وراء اهتمام الأمريكيين المركز والمفاجئ بالسودان. هل هي الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يريد ترامب أن يستعمل فيها هذا البلد المنهك ورقة انتخابية؟ أم هو الاستفراد بالخرطوم في زمن عز فيه سلطان العرب ودال أمرهم إلى حال من الضعف والتفكك تثير شفقة القريب والبعيد؟ أم ثمة مقاربة أخرى مخبوءة في بطن الساسة والمطلعين على خفايا ما يحدث؟ أياً تكون الرواية، فإن المحصلة أن السودان يغرد خارج مواقفه العربية التقليدية ويستدرج إلى منطقة يرى فيها الناظر إليها من بعيد رخاء وبحبوحة موعودة، ويقول القريبون إن في باطنها العذاب. حلقة اليوم من برنامج حديث العرب تسأل إذا ما كان السودان اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى تطبيع علاقاته مع إسرائيل، ثم ماذا بعد التطبيع؟ أهلا بكم. تحاط مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني في السودان بحرج بالغ في ظل الاختلافات الداخلية تجاه هذه الخطوة وضغوط أمريكية تدفع باتجاه التطبيع على غرار اتفاقي الإمارات والبحرين. ترقب لمرحلة جديدة للسودان في علاقاته مع المجتمع الدولي قد يرفع فيها اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب على أمل رفع العقوبات المتعلقة بذلك فيما بعد، ليتمكن من التعامل بحرية مع الاقتصاد العالمي. لكن يبدو أن الثمن سيكون باهظاً، فبوادره بدت في تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الذي قال إنه على استعداد لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب بعد الموافقة على دفع 335 مليون دولار كتعويضات لأهالي الضحايا الأمريكيين الذين سقطوا في عمليات شهدتها إفريقيا عام 1998. وبحسب مصادر صحفية فإن الولايات المتحدة الأمريكية تنوي رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب مقابل إقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني. وفي حوار مستمر، إلى أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن حكومته لا تملك تفويضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني، بينما اعتبر إعلان ترامب رفع السودان من قائمة الإرهاب داعماً للانتقال نحو الديمقراطية في البلاد، وأنه سيفتح الباب أمام إعفائه من ديون بقيمة 60 مليار دولار. يجد السودان نفسه أمام ضغوط كبيرة وانقسام حاد حول تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، حيث بدا هدفاً طبيعياً لحملة الضغط الأمريكي مع جهود الخرطوم اليائسة لإزالة اسمها من قائمة الإرهاب، وأصبح كبار القادة العسكريين السودانيين صريحين بشكل متزايد في دعمهم للتطبيع كجزء من صفقة سريعة مع واشنطن قبيل الانتخابات الأمريكية، ما يعني أن السودان مقبل على اختبار حقيقي لمن يمثلونه سياسيا في مرحلة ما بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، في وقت يسجل الجوع فيه معدلات مرعبة وصلت لنحو 9,600,000 سوداني يعانون فقراً غذائياً حاداً بحسب الأمم المتحدة.
أهلا بكم. إذن حملة دعم دبلوماسي من الإدارة الأمريكية للنخبة السودانية الحاكمة مثلتها تصريحات متتالية، آخرها ثناء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لتحسين علاقة بلاده بإسرائيل وإعرابه عن دعم بلاده لما أسماه الانتقال الديمقراطي في السودان. هذا الموضوع نبحثه مع ضيفينا الكريمين عبر الهاتف من الخرطوم، الأستاذ محمد أو الدكتور محمد خليفة صديق، أستاذ العلوم السياسية في جامعة إفريقيا العالمية، على أن ينضم إلينا بعد قليل من ميزوري في أمريكا الدكتور عبد الله إبراهيم. الآن نبدأ معك دكتور محمد خليفة. يعني ثمة من يتحدث عن تركيز مفاجئ وكبير حقيقة من الإدارة الأمريكية على السودان خصوصا في هذه المرحلة، نريد أن نسألك عن السر، لماذا الأمريكيون اهتموا فجأة كل هذا الاهتمام بالخرطوم؟ نعم، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. في الغالب يبدو أن هناك بعض الأمور الغائبة أو الغائمة حتى الآن حول سر هذا الاهتمام المفاجئ للإدارة الأمريكية ب السودان وبالتحديد مسألة التطبيع مع إسرائيل. لكن العالمون ببواطن الأمور يرون أن هناك أسباب ربما هي تحتاج إلى التمحيص والكشف، وهي ربما تظهر خلال الأيام القادمة. قد تكون الورقة الانتخابية أمر مهم بالنسبة للإدارة الأمريكية في الوقت الحالي، ربما تريد إدارة ترامب أن تظهر أو أن تظهر بأصوات الناخبين القريبين من اللوبي الصهيوني بإدراج دولة جديدة في مسار التطبيع بعد تطبيع عدد من الدول الخليجية. لكن المتابع أيضا يرى أن السودان له بعض المزايا التي ربما تبحث عنها الإدارة الأمريكية وتبحث عنها إسرائيل. فالسودان يمثل آخر نسخة من الدول العربية التي كانت ترى أن التطبيع خط أحمر، والخرطوم هي عاصمة اللاعات الثلاثة التي ظلت ترددها الأجيال العربية لسنوات طويلة، لا اعتراف لا صلح لا تطبيع مع إسرائيل، لأنها اغتصبت الأرض ولأنها هي التي فعلت وتفعل مع المسلمين في فلسطين ما تفعله ويشاهده العالم يوميا على عبر وسائل الإعلام. فلذلك ربما هي تبحث عن أمر معنوي، أنها تريد أن تطيح بآخر قلعة ضد التطبيع مع العدو الصهيوني في المنطقة العربية. فهي تريد أن ترسل رسائل لجميع العرب أن هذه هي عاصمة اللاعات الثلاثة الآن، تقول نعم للتطبيع، نعم للصلح، نعم للتفاوض مع إسرائيل. وأيضا تريد أن ترسل رسائل أخرى، ربما هي الآن تغازل الخرطوم الضعيفة اقتصاديا والمنهكة سياسيا والمنهارة. يعني نعم، في هذا السياق دكتور محمد، معذرة، في هذا السياق أنت قلت بأن أمريكا تريد يعني اجتذاب آخر قلعة عربية في مواجهة التطبيع بحسب وصفك. لماذا لا ننظر إلى الموضوع من زاوية أخرى، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستثمر حالة الضعف غير المسبوق في السودان وتحلب الضرع السودانية سياسيا ما أمكن؟ نعم، هذا أيضا غير مستبعد باعتبار أن حالة الضعف تجعل الخصم والغريم الآخر يحاول أن يأخذ منك أكثر مما يجب، وهذا أيضا يعني الضرع السوداني لا تريد أن تحلبه سياسيا فقط، بل هي تريد أيضا أن تحلبه اقتصاديا، لأنها تريد أن يدفع السودان تعويضات لجرائم لم يرتكبها، لأنه معلوم أن عدد من المحاكم الأمريكية برأت السودان من تفجير السفارتين في دار السلام ونيروبي، ولكن ربما هناك بعض المسجدات السياسية التي جعلت بعض السادة السودانيين وأيضا في حالة الضعف يريدون من أجل التطبيع أيضا مع أمريكا وعودة العلاقات إلى صدر عهدها ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الآن تريد إدارة ترامب أن تجعل السودان يتحمل جريمة لم يقترفها، وهو الآن في أشد حالات ضعفه الاقتصادي وإنهاكه السياسي، تريد أيضا أن تجعله يدفع مبالغ هائلة تصل إلى ملايين الدولارات، مئات الملايين من الدولارات الآن السودان سيدفعها مقابل رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وهذا هذا الرفع هو وعد حتى الآن، لأنه ربما تظهر قضايا جديدة قد يورط السودان من جديد في أحداث 11 سبتمبر، قد تظهر قضايا أخرى جديدة، لأن
احداث السفارتين الان هذه التعويضات هي للامريكيين، ربما تظهر ايضا تعويضات لافارقه قضوا في هذا في تفجيرات السفارتين الامريكتين في دار السلام ونيروبي. فاذا هذا الامر لا اعتقد انه سيكون نهايه المطاف اذا استسلم السودان للضغوط الامريكيه ولحلب الضرع السوداني بهذه الطريقه السيئه وغير المسبوقه في تاريخ السودان وتاريخ الدول الفقيره التي تعاني وتزداد معاناتها، ولكن الاداره الامريكيه لا تعبأ بكل ذلك بل هي تريد ان تحقق ما تريد ولو على حساب دوله فقيره منهكه اقتصاديا وخرجت من ثوره تحدث بها العالم. كان يجب ان تقف مع الاداره الامريكيه وترفع اسم السودان مباشره من قائمه الدول الراعيه للارهاب، لان السودان ظل خلال السنوات الماضيه كلها يتعاون مع الاداره الامريكيه. طيب يعني استاذ دكتور محمد، انا اريد تقييمك لاداء النخبه الحاكمه وخصوصا المؤسسه المدنيه رئاسه الوزراء وزاره الخارجيه في تعاملها مع هذه القضيه. يعني لاحظنا ان السيد عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان كان سخيا في تقديم الشكر والثناء والعرفان للإدارة الأمريكية بسبب نيتها رفع السودان من قائمة الإرهاب، علما أن السودان منذ 20 عاما طرد الشخص الذي يعني كان مسؤولا وراء هذه القضية وهو أسامة بن لادن، وأطاح أيضا نظام عمر البشير الذي استضاف أسامة بن لادن. كل هذه الخطوات التي قام بها السودان ومع ذلك لم يرفع اسمه من قائمة دول الرعية الإرهاب، لماذا كل هذا الثناء؟ ألا يستحق السودان أن يرفع من هذه القائمة بدون حتى يعني أن يقدم مقابل؟ نعم، اعتقد ان هذا صحيح، ان السودان ظل خلال الفتره الماضيه يتعاون مع الاداره الامريكيه في مساله مكافحه الارهاب تعاون كبير جدا، وربما هو الدوله الاكثر تعاون في منطقه شرق افريقيا. ولكن اعتقد ان تصريحات السيد رئيس الوزراء وهو يعني موظف دولي سابق قادم من مؤسسات الامم المتحده والاتحاد الافريقي ويتعامل بدبلوماسيه زائده عن اللزوم وزائده عن الحد، لا يمكن ان اشكر الاداره الامريكيه على امر حتى الان لم يتم ولم نرى ثمرته على الواقع. إن مجرد الوعود التي ظل يغازل بها ترامب والإدارة الأمريكية السودان هي تظل حتى الآن في خانة الوعود، ونحن نعلم جميعا أن الإدارة الأمريكية تطلق وعودا ولكن حينما يأتي التنفيذ فإنها تؤجل ذلك التنفيذ لزمن طويل. فأنا أعتقد أنه حتى الآن الإدارة الأمريكية غير جادة في مسألة إخراج السودان من قائمة دول الراعي للإرهاب، لأنها تريد أن تمتص ما أكثر من السودان، تريد أن تمارس الابتزاز أكثر على السودان، لكن ربما قد جعلها تتمادى في هذا الجانب هو ضعف الإدارة الحالية، إدارة الدكتور عبد الله حمدوك وأيضا نعم. وزير الخارجية. ربما نلاحظ أن هناك ضعف شديد في التعامل طيب. مع الجانب الأمريكي وفرح بمجرد أن أمريكا وعدت بأنها ستصعد السودان. طيب دكتور محمد، يعني أرجو المعذرة عن المقاطعة، ينضم إلينا الآن عبر نافذة زوم من ولاية ميزوري الأمريكية دكتور عبد الله علي إبراهيم، أستاذ شرف للتاريخ في جامعة ميزوري. أهلا وسهلا بكم دكتور. حديثنا عن ما حصل في السودان، عن تقييم أداء الحكومة السودانية في تعاملها السخي وشكرها لإدارة ترامب، وعن سر الاهتمام المفاجئ الأمريكي بالسودان في هذه المرحلة. أريد أن أسألك الآن، قضية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قضية معقدة، كان مقررا أن يرفع هذا الاسم يعني بعد أحداث 11 سبتمبر أيلول وما تلاها من تفاعلات، بحيث أصبح الجهاز الاستخبارات السوداني حليفا أو يعني مزودا للأخبار والمعلومات للجهاز الاستخبارات الأمريكي CIA، ومع ذلك وقف أعضاء في الكونغرس ضد رفع السودان من هذه القائمة. سؤالي هو لك، يعني هل حصل السودان اليوم على ضمانات لرفع اسمه من هذه القائمة حتى يكون متفائلا ويوجه عبارات الشكر لأمريكا سلفا؟ ليه نحن ماسكين في كلمة الثناء والعبارات والدبلوماسيات في هذا الأمر؟ يعني المساعة القديمة اللي هي فيها أن أنت قلت أنه يعني تعاون السودان مع جهاز الاستخبارات الأمريكي والCIA وغيرها برضو هذا تهافت. يعني انت يعني جئتهم على خطهم متهافتا، ولذلك لا ثمر لك. بعدين السياسه الامريكيه هي ليست الحكومه الامريكيه وحدها،
السياسة الأمريكية هي وفيما يتعلق بالسودان خاصة هو اللوبي الذي تجمع ويعني حاصر السودان في قضية الجنوب وفي قضية دارفور وفي كل هذه القضايا. يعني نحن تقديري أنا دائما كان أن السياسة الأمريكية أعقل من اللوبي، بمعنى أن السياسة الأمريكية كانت حريصة أن لا يكون أن لا تكون في أفريقيا منطقة مجوفة ومنطقة تستدعي يعني دخول الأمم المتحدة ودخول القوات أو تزعج أمريكا. لكن أمريكا كانت دائما في فترة طويلة جدا كانت خاضعة للوبي لا حصر له. طيب هل تشعر دكتور عبد الله، هل تشعر اليوم ان الاداره الامريكيه وتحديدا الرئيس دونالد ترامب بحاجه الى بين هلالين، الورقه السودانيه كورقه انتخابيه في مواجهه جون بايدن؟ ومتى لم تكن اسرائيل ورقه انتخابيه في السياسه الامريكيه؟ اول اعتراف بها عن طريق ترومان، اسال عن السودان وليس اسرائيل، 1940 كانت 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 أصوات اليهود في الولايات المتحدة هي التي أغرت ترومان بالاعتراف بإسرائيل على أنه لم يكن يرغب في ذلك. يعني نحن يعني الحاجات دي لم تبدأ اليوم، حتى أننا يعني نبتدي يعني نرمي الكلام هنا وهنا. حكومة حامدوك ورثت هذا الوضع المهين، وأي إنسان يزعم الآن أنه يستطيع أنه يفهم يعني أنه كان عنده مخرج لها لم يثبت خلال 30 عام. أنك عندك مخرج تهافت فاضح مع CIA وتقدم معلومات عن زملائك، سعيت شتى المساعي، قلت أنك لن تخضع لهم وتحت جزمتك، عملت كل ما يمكن عمله. فبالله خليكم عندكم، للذين يروجون لهذه الفكره خليهم يكون عندهم شفافيه. طب دكتور، يعني هي بعيدا دكتور عبد الله بعيدا عن منطق بعيدا عن منطق ما قد يفهم تصفيه حسابات، الان الاداره السودانيه الحاليه، الحكومه السودانيه الحاليه، الا ترى كما يرى بعض المراقبين بانها ترمي بالسودان بنفسها تطوعا ورقة انتخابية بيد ترامب مجرد لقاء رفع السودان من القائمة الانتخابية؟ ألا يريق ماء وجه السودان هذا الأسلوب في الحكم؟ هذا وضع محرج جدا. أنا الذي أمامك هذا، أنا رجل ناصري، أنا الذي أتكلم هذا الكلام أمامك، أنا رجل ناصري العقيدة فيما يتعلق بالقضية العربية والقضية الإسرائيلية. أنا أتكلم معك دلوقتي حول مسائل يعني مسائل نحن الآن يعني بيقول لك في السودان يد القوي على الضعيف، هذا نحن في السياسة السودانية. يعني ضعفنا ظاهر، يعني زي ما بيقولوا يعني واضح قدام العالم وقدام كل إنسان. كيف نمخر هذا العباب، هذا الضعف، ليس بالشماتة وليس بادعاء أنك كنت ممكن أن تكون أحسن، وأعطيت 30 سنة وأعطيت قبلها سنوات كثيرة جدا عشان تكون أحسن وما عملتها. الآن نحن في وضع لا يعني وضع لا يحتمل التشفي السياسي. يجب دلوقتي مثلا الحركة الديمقراطية مثلا في هنا قالوا يعني مينانديز وغيرهم قالوا لا نرجع نجيب الضحايا بتاع 9/11. من تحرك من السودانيين في الولايات المتحدة وفي غيرهم وحاصروا مكاتب مينانديز ومكاتب الرجل الآخر اللي عاوزين يزيدوا الإشكال أو يزيدوا المسألة حريق ونار؟ أين العرب فيما يتعلق مثلا الجامعة العربية وغيرها وأهل الخير منهم أنهم يتصلوا بها بالحزب الديمقراطي ويتحدثوا معه حول أن هذه مسألة فاضحة ومسألة لا تستحق؟ يعني هي نحن بدأنا بالضعف، طيب، وضعف ظاهر أمام ربنا وأمام العالم، ونحتاج من هذا الضعف من التقوى. لكن في ناس بيفتكروا أنهم أشطر من حمده، في ناس بيفتكروا أنه يعني طيب كان ممكن يحلوها هم، طيب كان ناس بيفتكروا حافظ على شرفنا، وأنت في هذه الضعف
وضحت فكرتك دكتور حتى الآن أنه دكتور يعني عبد الله أرجو المعذرة. نعم. وضحت فكرتك، لكن أريد أن أنتقل للدكتور محمد خليفة. الآن ما يجري في السودان على مستوى النخب وعلى مستوى العامة، ما الموقف العام الشارع السوداني وحتى النخب، ما الموقف العام مما يجري من قضية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مقابل التطبيع، حتى لو قال بعض المسؤولين بأنه ليس هناك رابط بين التطبيع وبين رفع من القائمة السوداء، وأن لأن ترامب حدد القضية ونهاها وقال هذا مقابل ذاك، ما الموقف العام في السودان من هذه القضية؟ الموقف العام في السودان منقسم بين النظر للتطبيع كقضية حاول السودانيين خلال السنوات الماضية أن يؤكدوا أنهم مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحتى النخبة السياسية كانت مع هذا الأمر بشكل كبير جدا، ولذلك حتى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك أكد أنه لا جمع بين مسألة التطبيع و رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب رغم التأكيدات الأمريكية على نقيض ذلك. فالنخبة السودانية والشارع السوداني الآن منقسم، لأنه في كثير من الأحيان الشارع السوداني ربما رغم أنه ضد ما يجري في الأراضي المحتلة وضد ما يقوم به الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، لكن البعض الآن بدأ يروج أنه ما دامت الدول العربية المجاورة لفلسطين قد طبعت معه، وما دامت الآن دول الخليج تسارع للتطبيع، فما بال السودان وهو البعيد جغرافيا ربما عن فلسطين، لماذا لا يدخل في هذا النادي إذا كان لهذا النادي فوائد اقتصادية، والآن البلد في ضيق اقتصادي رهيب وكبير. فقد يرى البعض أنه ربما إذا كان التطبيع هو طوق النجاة للاقتصاد السوداني حسب الوعود الأمريكية، وهي وعود نتوقع أنها ليست وعودا منجزة، وأيضا الوعود الإسرائيلية ليست وعودا منجزة، لأن إسرائيل قطعت مع عشرات الدول من قبل ولكن لم تكن في أي حال من أحوال رافعة اقتصادية لهذه الدول. هذه الدول ما زالت فقيرة، ما زالت إشكالاتها متعددة، الأردن مثالا، مصر مثالا، موريتانيا، تشاد، كثير من الدول قطعت مع إسرائيل ولكنها لم تجني أي فوائد اقتصادية. إسرائيل معروف أنها دولة بخيلة، وصفها الله سبحانه وتعالى حينما قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. إسرائيل لا تقدم إحسان لأحد، إسرائيل تقدم السوء والقتل والتشريد والتنكيل، ولذلك أي توقع لأن التطبيع مع إسرائيل سيكون رافع اقتصادي للبلاد هو وهم. طيب نحن سنبحث دكتور محمد حتى لا نقفز على المحاور، سنبحث الخسائر والمكاسب في المحور الأخير ليس الآن. الآن مضطرون نذهب إلى فاصل حتى نبحث بعده القدرات السودانية على اتخاذ مثل هذا القرار، قرار التطبيع. نكمل حديثنا بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أسعدكم الله، هذه عودة للحديث عن تفاعلات العلاقات السياسية الدولية فيما يخص السودان. دكتور عبد الله، بمنطق التحليل السياسي الدقيق، إلى أي مدى يوجد اليوم في السودان عملية سياسية، نخبة سياسية، حكومة تمتلك من القوة والقدرة ما يكفي لاتخاذ قرار مثل قرار التطبيع مع إسرائيل، وهو بما يمثله من انقلاب هائل على إرث الخرطوم السياسي في مواقفها العربية السابقة؟ ممكن تعيد السؤال والله لأنه ما واضح. طيب أعيده، بمنطق التحليل السياسي الدقيق، إلى أي مدى يوجد في السودان اليوم طبقة أو حكومة أو نخبة سياسية تملك القوة والقدرة الكافية على اتخاذ قرار خطير مثل قرار التطبيع؟ أنا أعترف، أنا يعني أفترض أنه فهمت السؤال أو سمعته، لأنه برضو الصوت، أنت سامع صوتي؟ بوضوح.
إذا ما أردت أن أعيد لك السؤال يمكنني ذلك، وأرجو أن تسمعني الآن بشكل واضح. دكتور عبد الله، لو أعيد عليك السؤال، لو استندنا إلى منطق للتحليل السياسي الدقيق والعميق فيما يجري الآن في السودان. أنا ما سامع حاجة يا أخي. طيب نعود إليك لنحاول إصلاح الخلل. أعود مرة أخرى إلى دكتور محمد. يعني قبل يومين شهد السودان حدثا غير عادي، نقلت وكالة الأناضول أن هناك محاولة انقلابية نفذها عدد قام بها عدد من الضباط من غير الرتب الرفيعة، وإن كان بينهم عميد الركن وقد ذكر بالاسم واعتقلوا. السؤال هو كيف يمكن قراءة هذا الحدث في سياق ما يجري من تفاعلات سياسية داخل السودان، وخاصة المرتبط منها بقضية التطبيع مع إسرائيل؟ كيف يمكن أن تقرأ ذاك؟ نعم، لا يمكن أن ننكر أن هناك حالة تململ كبير جدا في الأوساط الشعبية في السودان من قرار التطبيع، باعتبار أنه مناقض لمواقف الخرطوم التاريخية كما قلت. أيضا الشعب السوداني معروف أنه شعب صديق لكل الشعوب الحرة والشعوب التي تبحث عن حقوقها وعلى رفع الشعب الفلسطيني. أيضا المؤسسات الأخرى في داخل السودان أيضا فيها تململ، وقد تكون المؤسسة العسكرية هي جزء من هذا الأمر باعتبار أنها شهدت محاولات انقلابية مختلفة. حتى بعد الثورة كانت هناك عدد من المحاولات الانقلابية، وقد تحدثت عديد من وسائل الإعلام أن هناك بعض المحاولات لتحركات تحمل طابع انقلاب عسكري، أو ربما هو انقلاب قد يكون يسمى أبيض أو انقلاب من الرتب الصغيرة. كل هذه تشير إلى أن هناك حالة عدم رضا على الحكومة الانتقالية لأنها فشلت في عدد من الملفات المهمة. الملف الاقتصادي الذي كان سببا أساسيا في الثورة نفسها الحكومة الانتقالية الآن لم تقدم فيه أي شيء. الآن العملة الوطنية متدهورة، هناك حالة من الضعف الاقتصادي الكبير في السودان، وهناك غلاء غير مسبوق وتضخم وصل إلى أرقام كبيرة جدا. فهذا يشير إلى أن حالة التململ هي ربما تجعل الشعب السوداني يرغب في حدوث تغيير في أي من أي شكل كان. فربما حتى هذه المحاولة الانقلابية إن نجحت قد تجد ترحيب من عدد من السودانيين، لأنهم يرون أن هناك أفق مسدود. الآن الحكومة الانتقالية تحاول وتلملم أطرافها من أجل أن تنجح في عدد من المهارات، لكنها حتى الآن نجاحها بسيط. لكن في النهاية الشعب يرى أن هذه الثورة ما لم تنجز إنجازات واضحة على الأرض فإنها ربما تحتاج إلى تصحيح مسار. الآن شهيرة الخرطوم بالأمس مسيرة ضخمة، مسيرة 21 أكتوبر من أجل تصحيح المسار، وقد طالب فيها البعض بإسقاط حكومة الدكتور عبد الله حمدوك ربما بسبب مسألة التطبيع ومسألة الفشل في المعالجة الاقتصادية للأوضاع المتردية في البلاد. فإذا أي تغيير سياسي من أي شكل من أشكال ولو كان انقلابا عسكريا قد يجد ترحيب من عدد من الجهات، لكنه في النهاية لن يجد ترحيبا من قطاعات أيضا كبيرة من الشعب السوداني، ولن يجد ترحيب من المؤسسات الدولية خاصة الاتحاد الأفريقي الذي نبذ مسألة الانقلابات العسكرية لأنه يرى أنها ردة على المسار الذي أراد أن يقول للدول الأفريقية أنها تسير في المسار الديمقراطي. وكنا نتوقع أن تسعى الحكومة الانتقالية من أجل أن تعالج الإشكالات الماثلة قبل طيب. أن تتحدث عن مسألة التطبيع والمسائل الأخرى طيب. يمكن أن تؤجل للحكومة المنتخبة. هنا نسأل ويعود إلينا الآن الدكتور عبد الله. دكتور، إلى أي مدى الحكومة السودانية الحالية تملك من القوة السياسية والرصيد الشعبي الكفيل باتخاذ مثل هذا القرار في دولة مثل السودان تصنف سياستها تاريخيا بأنها محافظة فيما يتعلق بإسرائيل؟ طيب أنا بقول لك حاجة، يعني أرجع لحديث الدكتور في أن لما يتكلم عن السودانيون كلهم السودانيون، الكلام ده ما صحيح. في السودان نشأ منبر ومنابر للتطبيع مع إسرائيل منذ وقت طويل جدا، وجاءت هذه الجماعات يعني مسألة التطبيع مع إسرائيل صارت سياسة، لم تعد سياسة خارجية بالنسبة لنا، نخب منفصلة عن إرادة الشارع السوداني. يقول لك علاقات مع إسرائيل والتمويل وإعداد وشح، علاقة مع دارفور انتهت إلى أنه الآن نحن عندنا لا يقل من 20,000 لاجئ في إسرائيل. في عبد الواحد والحركة بتاعته ما صريحة جدا في أن عندها علاقات مع إسرائيل وعندها مكاتب.
في جمعية للصداقة مع إسرائيل ترأسها السيدة راجي ويرثها الآن مبارك الفاضل. لكن هذه يعني دكتور عبد الله هذه كلها نخب سياسية منفصلة عن الشارع كلمة السوداني. السودان نحن في السودان يعني ضد التطبيع بالشكل المعمم ده أنا بفتكر هي معلومة لا تستطيع أن تبني عليها أي تحليل. يجب أن تدقق في هذه المسألة. طيب ماذا عن سؤالي؟ ماذا عن سؤالي؟ نحن محاصرين حتى من الداخل بالتطبيع. تسمعني دكتور عبد الله؟ قبل سقوط النظام من قال وهو رجل عالم قال فترنا من محاربة إسرائيل، وده نوع من الإرهاق حاصل لجماعات كبيرة جدا جدا ويجب أن يحلل. دكتور أما عبدالله. أن تحلل المسألة بالشجاعة الباكرة بتاعت لاءات الخرطوم قبل 50 سنة أو نحوها أنا بفتكر ده يعني ضلال وإعطاء للناس أمل أو ثقة أو دكتور عقيدة. عبدالله سؤالي هو ماذا عن اليوم؟ هل هناك قوة سياسية كافية في السودان لاتخاذ مثل هذا القرار؟ وأرجو أن تصيب السؤال مباشرة. يا أخي نحن في السودان عندنا قوة عسكرية عاوز تطبع، والقوة العسكرية في العالم العربي كلها للأسف أنشأت النظمة المستبدة باسم أنها عاوز تحرر إسرائيل تحرر فلسطين، وانتهت إلى جيوش منبرشة أمام إسرائيل. هذا ما يحدث في السودان. أنا شخصيا حاصل لي نوع من الإشمئزاز أن يقود عمليات التطبيع رئيس مجلس السيادة السيد البرهان الذي ضرب عديد من المرات في بورت السودان وفي في في مناطق التسليح بتاعته لأنه كانوا بيودوا الأسلحة اللي كما زعموا إلى فلسطين. هذا رجل عسكري قائد عظيم، كيف يقود عملية التصالح وهو يحمل هذه الجراح كلها؟ يترك يا أخي للمدنيين يقرروا بشأنها، والمدنيين قالوا كلمتهم على طريقة حمدوك أنه غير مكلف غير مؤجر في هذه الحكومة الانتقالية أن يقود التطبيع، وهذا حتى الآن هو عند كلمته. أنا بفتكر أنه هذه المسألة داخل فيها نوع من يعني في تحليلاته. أول حاجة الناس بنسميهم يعني ناس الثورة المضادة والناس المنقاذين بيفتكروا أنه هم كانوا ممكن يعالجوا الموضوع ده بأحسن، بينما أنه حمدوك ورث هذا النظام في السودان بيسميها جنازة بحر. يقول لك دي جنازة بحر، جنازة بحر دي ما يعرف اللي يدفنها منه. يقول لك أنا جيت أساعدك في جنازة البحر دي، أو أنا جيت أساعدك في أدفن معك أبوك أنت بتدس المحافير. الجماعة التي تتكلم الآن بهذا الصوت الشجاع لها 30 عام لم تحل هذه المسألة. المسألة اليوم علينا لما يتكلموا حق يتكلموا بشيء من النفس اللوامة مش يتكلموا وكأننا نحن في الناصرية العرب والمعارف إيه والقضية ده كله، لأن نحن ورثنا نظام أهاننا. ونحن حينما نتكلم عن التطبيع الآن بالنسبة لزول من جيلي أنا دي ما تتخيل أنه على نوع الأرق اللي بيحصل لي في هذه المسألة. طيب. فالمسألة ليست سهلة والحديث فيها بالهتاف غير مجدي طيب. ونحن الآن نتحرك، يعني أول مرة قالوا أصل ذاته مش حيرفع، أول كلامه أصل قالوا إنه الأمريكان دي ما حيرفعوا ألا يرفعون من اسم البتاع. أسعلوا ما جات شوية نفس أنه حيرفع، لا حيجي معرفة وحيجي كل السيناريوهات الظلام التي تبث دي فيها خزلان. في الجانب الآخر في أبواب للعمل المشترك على أساس أنه نحن نحاصر أي مثلا جاء زي ما قلت لك الديمقراطيين الحزب الديمقراطي نحاصره على أساس أنه نحن طيب دكتور بقدر الإمكان حتى دكتور حتى لا نغوص في قضية تفصيل تاريخي. أريد أن لو أذنت لي أن أعود للدكتور محمد مرة أخرى في قضية التطبيع تحديدا. الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني ذهب وزار والتقى ببنيامين نتنياهو سابقا، وهناك أنباء عن لقاء مقبل آخر. اليوم تنقل إذاعة الإسرائيلية أن وفدا إسرائيليا زار الخرطوم تمهيدا للإعلان عن التطبيع. زد على ذلك أن العسكريين السودانيين الذين يسيطرون على الجيش والأموال بدعم مصري إماراتي سعودي معروف طبعا هذا لا يخفى
يمسكون بتل أبيب المشهد، هل تعتقد أن السودان الآن وضع قدميه كليهما في ملعب التطبيع الإسرائيلي بالرغم مما قاله ضيفنا قبل قليل الدكتور عبد الله من أن هذا الأمر صعب وليس سهلا في السودان؟ نعم، أعتقد أن النخبة السياسية في شقها العسكري هي الآن تحركت نحو التطبيع رغم أنها لم تتواءم حتى الآن مع الشق المدني باعتبار أن الفريق البرهان هو الذي يقود مسألة التطبيع وهو الذي التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا قبل أن يتفق مع الشق المدني، وهو أيضا الذي ذهب إلى أبو ظبي من أجل التفاوض حول التطبيع، وقد طرح أن السودان طالب ببعض الطلبات من أجل أن يكمل مسألة التطبيع، منها دفع مبالغ بمليارات الدولارات للسودان من أجل إنقاذه اقتصاديا ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومعالجة مسألة ديون السودان. فالبرهان ذهب إلى أبو ظبي من أجل أن يحاول أن ينقذ ما يمكن إنقاذه في اقتصاد السودان، فهو يرى أن التطبيع إن كان بمقابل اقتصادي كبير يستحق المجازفة فهو سيأتي للشعب السوداني ويقف أمامه ويقول أنا وافقت على التطبيع مقابل كذا وكذا، فقد يكون يعني يرى أنه إن استطاع أن يعطي هذا التطبيع صبغة أنه تطبيع جاء بمنافع للسودان فهذا قد يكون يرى أنه سيقبل في المستقبل القريب. في سياق الحديث عن المنافع دكتور محمد، أريد أن نسأل الدكتور عبد الله، يعني نريد منك أن تبين لنا حسبة استراتيجية عن المنافع التي سيكسبها السودان من خطوة التطبيع التي يتوقع أن تخرج إلى العالم بين عشية وضحاها. أنا أتكلم عن منافع عن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، دي وراها ولا داعي للتفصيل، فيها فتح اقتصادي كبير على السودان، ده الغرض، ده الشيء الذي في ذهن افتكر. طب مع هذه النقطة دكتور عبد الله، يعني معذرة، مع هذه النقطة بالذات فتح اقتصادي، هناك دول عربية كثيرة ليست مصنفة ضمن قائمة الإرهاب وليس فيها فتح اقتصادي مع أن فيها ثروات أكثر من السودان. لا مش فتح اقتصادي بالتطبيع، فتح اقتصادي في أنك أنت أصبحت تتعاطى مع العالم، يعني مثلا في ملايين الدولارات والعون ما بيجينا لمجرد أننا على قائمة الإرهابيين، يعني في حاجة اسمها الهبك وحاجات كلام كثير جدا. نعم. كله نحن كنا محرومين منه دون أفريقيا كلها لأننا على قائمة الإرهاب، وده الشاغل الكبير بتاع الوزارة كما فهمت من كلام حمدوك ومن كلام المدير المالية السابق، أشاغلهم أنهم أنه أنت قدر ما تصرف الآن، قدر ما تدفع للضحايا ظلم وبغير مبرر وحاجة شينة، لكن الذي سيأتي أكثر، وده حساب الإنسان اللي موضوع في 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 يعني في في فتيل زي ما بيقولوا، الموضوع موضوع في حالة صعبة، بيعمل حسابات مرهقة. فده الفتح البيجي، نحن لغاية دكتور نفكر في الإطار المدني بتاع حمدوك، أما أنه البرهان حيجي يسوق التطبيع على أساس أنه فتح اقتصادي، كلام واحد، يا البرهان عندك 80% من اقتصاد السودان في يدك، لسنا دولة فقيرة ولسنا نهان لأننا دولة فقيرة، أنت لا تريد أن تسلم ما عندك من اقتصاد السودان لولاية وزارة المالية وللحكومة المدنية، واخترت طريقا صعبا شاقا ومهينا عشان انت تخرج ببلدك من أزمتها الاقتصادية، أزمتها الاقتصادية معلقة على رقبتك، خذ أموال الشعب، خذ أموال اللي أنت بنيت بها كل هذه المؤسسات العسكرية وسلم وزارة المالية، في هذا اليوم بس ستتحل المشكلة. وقال هذا قبلي المرحوم أبراهيم منعم منصور وزير المالية منذ السبعينات وعلى فراش الموت. طيب. كتب مذكرة للبرهان قال له يا برهان ما محتاجين لكل اللي أنت بتعمل فيه ده، نحن محتاجين إنك
تاخذ يعني ترجع اموال الشعب لوزارة المالية من القوات العسكرية. طيب الان المطروح دكتور محمد خليفة صديق، مجرد التطبيع مع الكيان الصهيوني ستسقط ديون بقيمة 60 مليار دولار وسيفتح الاستثمارات الأجنبية في الخرطوم مقابل التطبيع، هل ترى أنه ثمن مجز للتطبيع أم أنه ثمن بخس برأيك؟ هو ثمن متوهم، لأن تاريخ التعامل مع الإدارة الأمريكية للسودان ولغير السودان أنها دائما ترفع الجذره، ولكن حينما ياتي الجانب العملي والتطبيقي لهذا الجانب فانها تتنفصل عن ذلك. الاداره الامريكيه وعدت السودان مرات عديده في رفع اسمه من قائمه الارهاب، وايضا وعدت برفع الحظر، واستجاب السودان لكثير من الضغوط التي حدثت، ولكن في النهايه تظهر امور اخرى كثيره. يعني نتوقع الان إذا سارت مسألة دفع السودان للتعويضات، هذه المسألة لن تقف عند التعويضات التي طرحت الآن، ستظهر تعويضات جديدة وتتظهر أشياء أخرى كثيرة في المستقبل. ولذلك الأمريكية ما دام أنت أعطيت الدنيا ورضيت بالضغوط فإنها ستستمر في الضغط، ولن تكتمل مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعي للإرهاب، لأنه ستأتي ربما إدارة جديدة، وحتى لو جاءت إدارة ترامب نفسها فإنها مثلا الكونغرس لابد أن يوافق على هذا الأمر، والكونغرس قد تكون فيه أغلبية ديمقراطية تمنع أن يتم القرار بالشكل المطلوب. فإذا الموضوع فيه كثير من التشابك وكثير من الضبابية التي تجعل أن يأمل السودان في أن يكون هذا التطبيع له فوائد وله ثمن كبير. هذا أمر أتوقع أنه لم يكون بهذا الشكل المطروح الآن. سينسى ترامب بعد فوزه السودان، وسيعود السودان إلى وضعه المعروف، معاناة وإشكالات مختلفة. يعني نقطة مهمة أشرت إليها دكتور محمد، وهنا أحاول لأسأل الدكتور عبد الله. الآن في إشكالية في موضوع عملية التطبيع، هذا قرار استراتيجي مرهون به مستقبل بلاد بأكملها مثل السودان، والآن السودان لم يتفق السودانيون حتى على الدستور وعلى حكومة دائمة، هناك سلطة انتقالية يسيطر عليها العسكريون، هل برأيك اتخاذ مثل هذا القرار في مصلحة السودان على المدى البعيد؟ نعم ثاني بالله لو سمحت. طيب دكتور، الآن السودانيون يعيشون مرحلة انتقالية في ضمن حكومة انتقالية يسيطر عليها العسكريون، والبلد الآن لم يتفق على دستور ثابت، كل هذه المعطيات لا تخول هذه الحكومة المدنية الضعيفة على اتخاذ قرار بهذا الحجم الذي يرتبط به مستقبل السودان ربما، ألا تعتبر أن القضية فيها خلل كبير؟ يعني الذي سيحدث نحن وركزت عليه مش أن التطبيع حيجيب مال، رفع السودان من قائمة الإرهاب حيجيب مال، بعدين التطبيع ده خطوة أخرى، ده مال آخر ما دايرينه، لكن أولا نخرج من دائرة ده التركيز، أنت بتعملها واحدة واحدة، لكن في ناس بيستبقوا الواحدة واحدة إلى نهاياتها، وليس يستبقون إنما يحدثون بالحدس ماذا سيحدث من هذا وماذا سيحدث من هذا وماذا سيحدث من هذا. يعني حتى أنه الرئيس الجاي في تكهن بأنه سيلغي ما تم عليه ترامب، وطبعا ما حصل قبل كده لأنه لما يعني أوباما في آخر أيامه عمل ترتيب جاء ترامب واستمر عليه. فأنا بفتكر أنه يعني زي ما بنقول في السودان يا أخي، فال الله ولا فالك يا أخي، ما الدق يعني أحسب الحسابات فيها نحن، مش فيها الآخر وبس، مش فيها الإنسان المالك زي إمام الأمور، فيها نحن برضو متحركين، وفيها إرادة وفيها صراع، يعني واضح جدا صراع. أن المدنيين في ذكرت الدولة ذكرت مع التطبيع، والعسكريين للأسف مع التطبيع او على الاقل في المجلس. هذا الصراع دكتور عبد الله يعني ادركنا الوقت، نحن بنمشي دلوقتي واحده واحده، ها
طيب. لكن في ناس عايزين يستبقوا كل البتاع بسيناريو الويل والثبور. طيب تحدثت عن الصراع بين العسكريين والمدنيين، وهذا ما أريد أن أختم به سائلا الدكتور محمد خليفة عن هذا الصراع، كيف يمكن أن يحسم الصراع بين المدنيين والعسكريين فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل؟ هل نفذت كلمة العسكريين في هذا المضمار؟ نعم، أعتقد أن الكلمة النهائية هي بيد القوة، والقوة بيد العسكريين، والمدنيين نفسهم في مسألة التطبيع لا يكون بينهم خلاف جوهري مع مسألة التطبيع، لكنهم يظهرون بأنهم يخالفون المدنيين في مسألة التطبيع باعتبار أن المدنيين يعودون إلى أحزاب سياسية، يعني منها أحزاب معروفة مثل حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي السوداني وحزب الأمة، هذه هي تمثل الحاضنة السياسية للمدنيين، وهذه الأحزاب لها موقفها من إسرائيل وهي ضد التطبيع مع إسرائيل، لكنها في النهاية لن تستطيع أن تقف ضد العسكر، والعسكر يحاول أن يظهر بمظهر الحريص على الحكومة الانتقالية والحريص على دعم الحكومة الانتقالية، ففي النهاية ستمضي كلمة العسكر ولن يجد المدنيون أمامهم إلا أن يقولوا نعم. نعم، وأنا أشكركما شكرا جزيلا ضيفي الكريمين عبر نافذة زوم من ولاية ميزوري الأمريكية الدكتور عبد الله علي إبراهيم أستاذ شرف للتاريخ في جامعة ميزوري الأمريكية، وعبر الهاتف من الخرطوم الدكتور محمد خليفة صديق أستاذ العلوم السياسية في جامعة إفريقيا العالمية. شكرا لكم مشاهدينا الفاضلين، في حراسة الله.